يا اللي بتتفرجوا علينا في المغرب وفي تونس وفي السعودية، ده ماتش قمة. الكرة دي لم تحتسب ضربة جزاء من الحكم المصري محمد فتحي، وانتهى النادي الاهلي على يمينك، النادي الاهلي بيرتدي زيه المعروف، فانيله حمراء، بنطلون ابيض، زورب احمر، نادي الزمالك لبسه فانيله بيضة بخطين حمر على السطح، بنطلون ابيض، زورب ابيض، اللي يشرف ناديهم ويرفع من حظر الكرة المصرية. بأن يسيرها الله فسيح جناته، وسيبدأ اللقاء بدقيقة حدادا، والحكم الدولي محمد فتحي بيظبط وقته مع المساعدين، ودي حدادة انتهت، وبيمشي دلوقتي جمال عبد الحميد، هاجم تامر عبد الحميد لما تروح منه ضد توصل اسماعيل يوسف من رجله الشمال لقطع حماده صدقي يهوب لي اربع اهداف النهارده موجود في البدلاء عمرو انور اللي ربيع ياسين بيتقدم لقدام لما يظبطها تطول وتروح منه وترجع لحسين السيد اسماعيل يوسف بيتكعبل حماده صدقي بيكعبله ده ايمانويل ايمانويل اللي وقع اشرف عاصم هو اللي هيلعبها على طول السيد جماله معاه ربيع بيصلحها ربيع معتاد ده يعتبر من الجماهير الكتيره اللي بتحضر في لقاءات الثلاثه عاليه بيلعبها اشرف قاسم اسماعيل بيلعبها ده بره تطلع بره الملعب ضربه مرمى فرصه ايمانويل واقف بيندب حظه طارق يحيى اسماعيل يوسف ايمانويل بيجري بيديها له اسماعيل يوسف وطبع برافو على حماده يا صدق قاطع حمادة صدقي مطلعها بره الملعب كلام التمام بتلعب على طول وتطول وعمالين بيلعبها لما تطلع بره الملعب تنزل ضربة ركنية حماس جماهيري كبير من جمهور الزمالك وما زلنا في الدقائق الأولى من اللقاء توصل حسين عبد اللطيف بياخدها منه محمد عبد الجليل محمد رمضان هشام ياكل محمد رمضان يشوطها محمد رمضان تخبط في رجل هشام ويطلع حسين السعيد الا ما في صفاره وضربه ركنيه طبيعي بتفوت لعبها على طول نبيل محمود لاسماعيل اسماعيل الى عصام مرعي عصام مرعي وحماده صدي عصام مرعي بيلعبها لاسماعيل اسماعيل بيلعبها بالعرض طلعها على طول محمود صالح بره الملعب ضربه ركنيه من نص ملعب الزمالك تتشاف من بعيد لما في ايد حسين السيد محمد رمضان عمرو انور لما قصيره قطع خد اسماعيل يوسف ويمشي عندي خط النص بيفوت من بدر رجب لعبها لايمانويل ايمانويل بيخش في وسط الملعب وبتكعبل ضربة حرة مباشرة ضد علاء أبصر طارق يحيى بيفوتها بتتلعب من اليمين عالية جمال عبد الحميد بره بتوصل إلى عصام مرعي إسماعيل يوسف لحسين عبد اللطيف بيلعبها بيطلع شوبير بيقطعها قدام إيمانويل لما رجل إيمانويل تيجي في إيدين شوبير انذار لإيمانويل سابع اسماعيل يوسف لطارق يحيى وطارق يحيى بيلعبها عالية بره الملعب ضربة مرمى بدل لما الحكم بيقول له العب بدل عبها تخبط في الحيطة وترجع محمود صالح لربيع ياسين هنشوف هيلعبها ولا هيشوفها؟ لعبها بالعرض تفوت وقطع حماده صدقي برافو ده دليل على طول لمحمد رمضان محمد عبد الجليل لحماده صدقي من ربيع ياسين ربيع ياسين بيعليها ومظبوطها حسين السعيد بايده على طول لتعب التعادل بدون اهداف سيداتي سادتي سنعود الى استاد هنا بالقاهره على العوده مره اخرى الى استاد القاهره الدولي للنقل
احداث الشوط الثاني للقاء الزمالك والاهلي. عالية وحسين سعيد، برافو حسين. رامي التماس، محمد سعد، أسامة عرابي، محمد رمضان بيلعبها على طول، تخش جوه الجول، الجول الأول للنادي الأهلي. محمد رمضان بتناوله على شمال حسين سعيد زي ما انتم شايفين، والنتيجة بيمسك راسه بيضيع جول. عاوز اقول يعني مش اكيد يعني جول واضح، كمان راجع زعلان بيندب حظه، هتشوفها مره ثانيه. بتلعب عاليه بتوصل شبير، تخبط من شبير يصلحها حماده صدقي، اسماعيل يوسف بيلعبها برجل الشمال بره القايم اليمين، قاسم بيلعبها على طول عاليه لجمال عبد الحميد اللي ما فيه دفعه من جمال، ضربة حرة مباشرة. عصام بيفوت لعبة عالية أطول من اللازم، بتقع من شوبير يطلعها مصطفى ريم تعلى تاني ويمسكها أحمد شوبير. بيلعبها عمرو أنور ضعيفة في إيد حسين السعيد، لعبها على الأرض على طول مصطفى إبراهيم، لعبة عالية توصل لمحمود صالح، محمود صالح، محمود صالح بيلعبها. اي لاعب اخر يلمسها سواء من دول او من دول. على الارض مصطفى ابراهيم بيشوطها، تطلع بره الملعب، ضربة مرمى. رامي التماس لنادي الزمالك، لعبها تامر طويلة فعلا، بيلعبها بدماغه ضعيفة جدا تمشي بره الملعب. يلعبها مصطفى ابراهيم ويطير احمد شوبير ويظبط. جمال عبد الحميد بيلعبها ناحيه اليمين لتامر عبد الحميد، عاليه ويطلع شوبير يظبطها، تقع منه ومسكها. هذا باقي دقيقتين على نهايه لقاء الزمالك والاهلي، وما زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف محمد رمضان اللي احرزه في الدقيقه 11 في بدايه الشوط الثاني. حماده صدقي بيلعبها اسماعيل يوسف، تطلع الكورة بره الملعب، في ناس بتطالب بضرب الجزاء، الحكم بيقول مش عارف، هنشوف الكورة تاني، هنشوف الكورة مرة تانية مع بعض. اسماعيل يوسف بيتقدم اهو اهو، هنشوف كل دول مش باينه، اه بعد مش باينه بقى. رجعها محمود صالح الى احمد شوبير، احمد شوبير طويله ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي، هذه خشب انضرب حسب ساعتي انا، انتهى وقت المباراة الاصلي، بيبقى الحكم الدولي محمد فتحي هيلعب في الوقت بدل الضائع اللي احتسبه لاحداث الشوط الثاني. ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي، ناس كتير جدا واقفين امامي، عالية احمد شوبير وتفوت منه، بيطلعها لاعب صادق بره الملعب. رامي التماس للزمالك، هيلعب حسين عبد اللطيف، رامي التماس حسبها لهشام ياكل، هشام ياكل بيلعبها بمية طويله بيصفر الحكم الدولي. I'm going to go to the hospital.
اللي هم صاروخ. اه بالتاكيد بيأثر، الانسان بيأثر على ده، على الجهد، على تركيز الفكر. يعني ده الواحد العادي ما بيبقى ماشي مش مستحمل. بيقول لك ناس تحت ضغط عصبي وجهد. بالنسبه لاختيار الحكام مين النادي الزمالك؟ الثقه بتاعتنا، ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي اللعيبه، وربنا يسهل ان شاء الله. الكابتن جمال عبد الحميد توقعاتك ايه النهارده ان شاء الله، وحالتك النفسيه وحاله الفريق ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش متوقع انما بتمنى، يعني التوقعات دي صعب الواحد يتوقع. ربنا كاتب لنا يوم ما اتولدنا ايه اللي هيحصل النهارده وبكره وبعده. فانا بقول يعني اتمنى ان احنا نكسب باذن الله ان شاء الله، لان احنا الحمد لله حالتنا احسن، بنلعب بهدوء احسن من الابراهيم شويه، وان شاء الله باذن الله نتقابل بعد الماتش وتكون بتقول لي مبروك باذن الله ان شاء الله. هل السريه اللي عملها النادي الاهلي دي ممكن تشكل مشكله بالنسبه لكم، عدم التعرف على الخطه اللي ممكن يجي؟ النادي الاهلي واضح قدامنا زي الشمس، زي ما احنا عارفين يا سيدي، احنا هو مش جاي من كوكب تاني ولا احنا من كوكب تاني. فانا قلت لك الجمهور برضه اهلي الزمالك ان هو نجح للحكام، والجمهور الحكاميه كانوا فعلا من يستاهلوا ان هم يكونوا مستوى عالمي مش مستوى محلي بس. ان شاء الله باذن الله يكون تحكيم مهيب احسن من 100 مره تحكم لنا حكام اجانب فيها باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، الكاميرا في الملعب، يمكن احنا دلوقتي بنشاهد التسخينات الاساسيه لفريق النادي الاهلي واللي هيشارك في هذه المباراه، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. يمكن دخلنا غرفه ملابس نادي الزمالك، سمحوا لنا ان احنا نخش نصور معاهم، يمكن في النادي الاهلي الكابتن ما سمحش ان احنا نخش جوه الغرفه، وبالتالي ما قدرناش نصورهم داخل غرفه خلع الملابس، بنصورهم في الترع الخارجيه وهم بيسخنوا التسخين الاخير قبل بدايه المباراه. كابتن طاهر ابو زيد، كان في اهتمام كبير لشريف فتحي الحكم الدولي المصري، توقعك ايه بالنسبه لهذه المباراه، ورايك ايه في محمد عبد الجليل، اشرف قاسم، نبيل محمود، كوفة يجري، الظهير سعيد يوسف، وقطع يا رفع حمادة سيد، قاطع حمادة سيد يطلعها ورا الملعب، جاب التبادل، اتلعب على طول وكسر، وحمود حتى لما كسر مرة الملعب. توقعاتكم ايه لمباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله؟ شيل الفريق القومي الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي، فمجموعه من اللاعبين بامتياز ومجموعه من اللاعبين بتحاول تؤدي الواجب اللي عليها. يعني ظروف الاهلي طبعا يعني غير طيبه، لان الظروف اللي مر بيها قبل المباراه دي، وجميع اداء الشوط الاول والاداء اللي تم فيه ما نتوقع بالنسبه للمباراه في نهايه الشوط الثاني. لا انا لا يعني انا الفريق الاحسن يكسب، خد بالك، وما انا توقعي هنا ملوش محل الان. الفريق اللي هو الشوط الاول حتى الان انا ما حسيتش ان الشوط الاول هو شوط مباراه قمه كبيره، وله قاعه كان هابط، يعني هو ما اتصورش وذكرتني. كابتن محمود معروف، يعني انا الشوط الاول طبعا اجمالا ياخد 5 من 10، الشوط الاول ياخد 3 اجزاء، 10 دقائق ليلة للزمالك مع فرصتين 100%، وليهم ربع ساعة للنادي الاهلي فيه فرصة ما قبل هذه المباراة المقيسة، تقول ان فرقة اكتر من فرقة، فرقة لازم تكسب. عندما ينزل الفريقين ارض الملعب لا يمكن تقول، يا انت شفت يعني الزمالك كف 50% عند الاثنين، بعد تماما عن النقط والترتيب والقوة، مالهاش علاقة مالهاش رابط يا استاذ عبد الرحمن. كابتن فتحي سند هذا سوري، انا تعالى رايح نخش الملعب ونستقبلها فعلا، بدل العب على جمهور بيلعبها له على طول، العب صادق لبد بد وسعيد يوسف لعبها، تعالى العب صادق اللي دخل في نص الملعب ونشوف من فين، ونشوف من بعيد جامده لما بره الملعب بعيد خالص، حكم محكمها رامي التماس محمد سعد
محمد رمضان بيلعب على طول. الجول الاول لنادي الاهلي. الكره الاولى من وسام عرابي عاليه يسير محمد رمضان ويلعبها بجنب ويلعبها بصها على شمال حسين السيد وتمشي وتخش جوه الجول. يتقدم النادي الاهلي بهدف بعد مضي حوالي 11 دقيقه. ملعب يوسف عبد الاهلي بدا يدفع الفرقعات لما الكوره بعيده خالص. هنشوفها مره ثانيه اهو. عبد الفتاح رمضان بيلعب عاليه يرفع والنتيجة تقدم فيها النادي الاهلي بهدف في دقيقة 11 يحرزه محمد رمضان. بداية الشوط الثاني حسب ساعتي انا بلقي دقيقتين على الالتقاء الزمالك والاهلي. لا زالت نتيجة تقدم النادي الاهلي بهدف محمد رمضان والحرز في 11 في بداية الشوط الثاني. هذا فوزي في عمل في مع بعض. يعني يوسف متقدم اهو. كابتن انور سلامه شعرك ايه وانت بتحقق هدف غالي خصوصا ان دي تعتبر مباراه خطر؟ ايه يعني الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا الاولاد في ابو تاوي. يكفي الروح اللي شايفها دي في الملعب. يعني هل دي ممكن تكون انطلاقه بعد كده ممكن؟ انا كل مره بقول ان شاء الله يا رب العالمين. هل معنى كده ان ممكن تكون هناك منافسه حقيقيه على الدوري بعد كده؟ انا برضه ببص ان اكمل كده ما ببصش في الدوري برضه. اداء المباراه ايه رايك فيه التحكيم المصري؟ انا بقول التحكيم كان كويس قوي بس احنا للاسف كجماهير ما بنتقبلش غير الاجانب واحنا ما اعترضناش عليه من الاول خالص. كابتن فريق جعفر الدنيا النهارده لعب في نهايه المباراه بنقول ان فريق الزمالك بالفعل قدم اللي عليه واهلي دول كويس وفريق الاهلي برضه. تعليقك على المباراه في والله قبل تعليق على المباراه انا طبعا بقول للنادي الاهلي مبروك كسب النهارده محمد رمضان جاب دور كويس. يمكن احنا لعبنا كويس بعد ما جه فينا الجول. انا بس كان ليا تعقيب يعني يمكن ان انا كنت متحمس جدا من الحكام المصريين. يمكن قبل بدايه المباراه يعني انا كنت متحمس للحكام المصريين ولكن برضه كان الواحد بيحاول يديهم حقهم. 40 دقيقه على بدايه الشوط الثاني حسب ساعتي انا بلقي دقيقتين على الالتقاء الزمالك والاهلي. ما زالت نتيجه تقدم النادي الاهلي بدا محمد رمضان والحرز في 11 في بدايه الشوط الثاني. هذا فوزي في عمل 90 في ناس بتخالف ضربة جزاء حكم بيقول هنشوف الكورة تاني هنشوف الكورة مرة تانية مع بعض. يعني يوسف متقدم اهو اهو هنشوف كابتن شوبير الف مبروك بيقول انت كنت نجم واكثر من نجم النهارده في دفاعك عن المرمى بتاعك. الحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك وشكرا جزيلا. كانت بتشكل هذه المباراه صعوبه خاصه بالنسبه لك؟ يعني هو بالنسبه لي كان فيها نقطه واحده صغيره ان كسر الكيلو الخال بالنسبه لاحمد شوبير الفتره الاخيره بالذات بلا اي مبرر وكانت في حمله شعواء عليا برضه بدون اي مبرر رغم ان انا دخل عليا زياده الحمد لله مع منتخب مصر من سنه 86 لحد النهارده. فيعني كانت بنوع من انواع اثبات الوجود واثبات الذات والحمد لله رب العالمين. اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى وفقني وبين الحياه للناس كلها الحمد لله. هل في هجوم ضاغط عليك خصوصا في الشوط الثاني في نهايه الشوط الثاني بعد دخول الجون الاول في فريق نادي الزمالك؟ شعورك ايه في الوقت الاول؟ يعني طبعا بعد ما جبنا الجون عرفت اعتقد ان الضغط هيبقى عليا وان الديفنس وانا هنتحمل الجزء الاكبر من المباراه واخر الحمد لله من غير دفاع زايد ما بقاش في جول كويس ولما الدفاع عندنا زايد بعوده النجوم محمود صالح وحماده صدقي مع الناس الصعبه حماده يونس واحمد ايوب وطبعا نجم النجوم الكابتن ربيع ومحمد سعد وعلاء عبد الصمد اصابه قوامي محمد رمضان بيلعب على طول
الهدف في الدقيقة 11 الزمالك والاهلي. محمد عبد المنير في نهاية الدور الأول في الأسبوع 13. محمد والحكم الدولي محمد فتحي بيظبط وقته مع المساعدين ودي إحدادة انتهت وبيمشي دلوقتي جمال عبد الحميد عصام مرعي لتامر عبد الحميد بداية المباريات طبعا بيبقى فيه جس رب إلى أن يبدأ الفريقين يدخلوا في اللياقة الكاملة. جمال عبد الحميد بيهاجم تامر عبد الحميد لما تروح منه بتكون توصل إسماعيل يوسف من رجله الشمال يقطع حمادة صدقي وتوصل إلى علاء عبد الصمد ربيع ياسين علاء عبد الصمد ربيع عمرو أنور لربيع ياسين اللي بيتقدم لقدام لما يظبطها تطول وتروح منه لما يعتبر من الجماهير الكتيرة اللي بتحضر في لقاءات السنة دي عالية يلعبها أشرف قاسم إسماعيل يلعبها ده بقى بره ضربة برضه طارق يحيى إسماعيل يوسف المنول بيجري بيدهاله إسماعيل يوسف وتطلع برافو حمادة صدقي قاطع حمادة صدقي مطلعها بره الملعب رامي التبادل يلعب على طول وتطول ومنول بيلعبها لما تطلع بره الملعب تنشغل ضربة ركنية يسيبها جمال عبد الحميد برجله اليمين بيشوط ضعيفة بيجي بيها عمرو أنور بدل على رجله الشمال بيشوط توصل ضعيفة بره القايم الشمال ضربة بره مهم التفكير في انه ينهي الهجمة في انه يشوط شوبير لبدر رجب وسام عرابي محمد عبد الجليل جاي جاري يمشي وسام عرابي لعبها ناحيه اليمين على عبد الصادق عاليه اطول من اللازم بره الملعب ربيع ياسين ربيع لبد وسام عرابي وسامه لعصام مرعي توصل حسين عبد اللطيف ياخدها منه محمد عبد الجليل محمد رمضان هشام ياكل محمد رمضان يشوطها محمد رمضان تخبط في رجل هشام ويطلع حسين السعيد انما في كفاره وضربه ركنيه نبيل محمود لاسماعيل اسماعيل الى عصام مرعي وحماده صدي عصام مرعي بيلعبها لاسماعيل بيلعبها بالعرض طلعها على طول محمود صالح بره الملعب ضربه ركنيه للزمالك ربيع ياسين وسام عرابي بيلعبها امل عبد الجليل بتوصل الى عصام مرعي اسماعيل يوسف لحسين عبد اللطيف بيلعبها بيطلع شوبير بيقطعها قدام ايمانويل لما رجل ايمانويل تيجي في ايدين شوبير سافا اسماعيل يوسف لطارق يحيى وطارق يحيى بيلعبها عاليه بره الملعب ضربه برده عارفين طبعا طارق يحيى برجله الشمال يحكم فيها كويس بد عم تخبط في الحيطه وترجع محمود صالح لربيع ياسين لوسام عرابي علي محمد رمضان وحسين السيد برافو يا حسين يطلع حسين سعيد ياخدها بدر رجب احمد صدقي على خط النص بيفوت حماده ينقل على طول لمحمد رمضان محمد عبد الجليل لحماده صدقي لربيع ياسين بيعليها وبيشوطها حسين السعيد ايده على طول لإيمانويل طارق يحيى بيلعبها لو توصل إلى بدر رجب طارق عبد الجليل بيجري
يطلع براد حسين متوقعها تمام ولعبها اماميه طويله عاليه وروس ملعب الاهلي بيفكر يشوف برجله الشمال عاليه. انا شايف فيه لعيبه بدلاء من الزمالك والنادي الاهلي بيسخنهم. هنشوف دلوقتي 10 دقائق على بدايه الشوط الثاني من لقاء الزمالك والاهلي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. حكم حسابها رامي التماس محمد سعد وسام عرابي. محمد رمضان بيلعبها على طول مش جوه الجول. الجول الاول للنادي الاهلي. الكره الاولى من اسامه عرابي عاليه يطير محمد رمضان ويلعبها بجنب تمام وحطها على شمال حسين السيد وتمشي وتخش جوه الجول. بيتقدم النادي الاهلي بهدف بعد مضي حوالي 11 دقيقه. الجول بتاع النادي الاهلي بدا نسمع الفرقعات انما الكره بعيده خالص. هتشوفها مره ثانيه اهو. ادي اسامه عرابي بيلعبها عاليه يطلع محمد رمضان بالدم على شمال حسين السيد زي ما انتم شايفين. نشوف الجول مره ثالثه. اسامة عرابي بيلعبها من بعيد. محمد رمضان معاه اثنين بينقل على طول مش مع على شمال حسين السيد جوه الجول. عاليه اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف بيمسك راسه بيضيع جول. عاوز اقول يعني مش اكيد يعني جول واضح كمان راجع زعلان بيندب حظه. هتشوفها مره ثانيه بتلعب عاليه بتوصل شبير تخبط من شبير يصلحها عماده صدقي. اسماعيل يوسف بيلعبها برجله الشمال مره. دلوقتي بيطلب تغيير ايمن منصور. طارق يحيى اللي طالع وهينزل ايمن منصور. تغييرين او تبديلين حدث في اللحظتين اللي فاتوا دول. طبعا ده الجول اللي جابه محمد رمضان مره. عصام مرعي بيسيبها لهشام ياكل هيلعبها لاشرف قاسم. اشرف قاسم توصل لاسماعيل يوسف عاليه بدا صدقي لربيع ياسين تتقطع وتتشد جامده وتوصل لاسامه عرابي. لعبها لعبه خلفيه مزدوجه تمشي وتطلع بره ملعب. ضربه ركنيه من ناحيه شمال من نادي الزمالك. ضربه ركنيه جاي عصام مرعي يلعبها. وتمشي توصل لاحمد شوبير. هشام ياكل لملعب حميد. اشرف قاسم بيلعب على طول عاليه لجمال عبد الحميد اللي ما فيه دفعه من جمال. ربيع ياسين بتتقطع في السكه بيقطعها عصام مرعي. عصام بيفوت لعبه عاليه اطول من اللازم بتلعب من شوبير طلعها مصطفى ريم تعلى تاني يمسكها احمد شوبير. بيلعب عمرو انور ضعيفه في ايد حسين السعيد مع الارض على طول ناحيه شمال. لعبة عالية توصل لمحمود صالح. محمود صالح محمود صالح بيلعبها تخبط في رجل مصطفى ابراهيم بتطلع بره الملعب. عصام مرعي لمصطفى ابراهيم بيفوت مصطفى ابراهيم وبينقلها لجمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد بيلعبها ناحية اليمين لتامر عبد الحميد عالية يطلع شبير يظبطها تقع منه ومسكها. حسين السيد بيلعبها أمامية طويلة بترجع محمود صالح. محمود صالح معاه جمال حميدة. محمود صالح بيلعبها بره الملعب رمي التماس لنادي الزمالك. رمي التماس لنادي الزمالك عالية أحمد شوبير وتفوت منه
يطلعها لاعب صادق بره الملعب. لمين تماس من زمان لم يكن بالعمل مية طويلة. يصفق الحكم الدولي محمد فتحي بانتهاء لقاء الزمالك والاهلي اللي انتهى.